تحتقن الأجواء في موسكو قبل يومين من تولي فلاديمير بوتين فترة رئاسية جديدة، وتبوج شوارع العاصمة بمظاهرات حاشدة ترفض مواصلة جلوس بوتين على كرسي الحكم الذي لم يغادره منذ 18 عاماً. 1000 أو يزيد اعتقلتهم الشرطة خلال المظاهرات في أنحاء روسيا، بينهم المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني الذي حرم من الترشح للانتخابات الرئاسية في آذار مارس الماضي بعد إدانته بتهمة اتهم الكرملين بتدبيرها. وجرت صدامات في ساحة بوشكين قرب الكرملين بين متظاهرين ومؤيدين لبوتين. وشهدت مدينة سان بطرسبرغ ثاني أكبر المدن الروسية مظاهرات شارك فيها الآلاف، كما شهدت مدن عدة في البلاد بينها مناطق في أقصى الشرق وحتى سيبيريا احتجاجات رافضة لعودة القيصر كما يقولون ومطالبة بالحرية من حكمه. وقالت مصادر المعارضة إن الشرطة حاولت تفريق المظاهرات بالقوة ما أسفر عن وقوع إصابات بين المحتجين. بوتين لا يستحق قيادة البلاد، فقد قادها 18 عاماً ولم يفعل شيئاً. يجب أن يغادر ويمنح الفرصة للسياسيين القادرين على فعل شيء للبلاد. بوتين الذي يرفضه المتظاهرون يستعد لمواصلة حكم روسيا حتى عام 2024 بعد أن تناوب على رئاسة الحكومة والبلاد منذ عام 2000. وتعتبر المعارضة وجوده على رأس السلطة طيلة هذه الفترة بأنه استحواذ على إرادة الشعب وتعزيز للفساد داخل الحكومة. أريد أن أعبر عن موقفي، لا أحب حقيقة وجود شخص واحد في السلطة طيلة 20 عاما، هذا غير مقبول. ليست لدينا منافسة حقيقية، لو كانت لدينا منافسة حقيقية لرأينا تغييرا في البلاد. ليست هي المرة الأولى التي تشهد فيها روسيا احتجاجات وصدامات واعتقالات تسبق موعد أداء بوتين اليمين رئيسا للبلاد أو الحكومة، لكن تكرارها يسلط الضوء على ما وصفتها منظمات روسية معنية بحقوق الإنسان بتعزيز ثقافة القمع السياسي لدى نظام بوتين وهو يدشن فترته الرئاسية الجديدة.